الرئيس السيسي يتلقى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم من كبار رجال الدولة. قمة صينية روسية في موسكو تبحث تعميق الشراكة الثنائية وأزمة أوكرانيا. إضراب يشمل عشرات آلاف من الموظفين في 150 جامعة بريطانية للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم دائما من القاهرة. أرحب بكم وبداية هذه النشرة مع رامي الحلواني. رامي، أهلا بك نانسي وأهلا بحضراتكم مشاهدين. حيث بعث المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، متقدما بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بأن يعيد العلي القدير تلك الأيام العطرة بموفور الصحة والعافية على الرئيس السيسي، وأن يتحقق لمصر الغالية كل ما تصبو إليه من أمال تحت قيادته الوطنية الرشيدة، مؤكدا أن هذه المناسبة المباركة نستلهم منها روح الإيمان والعمل من أجل الوطن. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مجددا العهد على مواصلة البذل والعطاء لدفع مسيرة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للوطن، ليظل دائما واحة للأمن والأمان في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق الشعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار. هذا وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبر وزير الدفاع عن أصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله القدير أن يعيده على الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات. كما نقل وزير الدفاع تهنئة رجال القوات المسلحة للرئيس السيسي بهذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه أعظم صور الترابط والاصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومي والذود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وأيضا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وأيضا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بذات المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، ودعا وزير الداخلية في برقيته المولى عز وجل أن يكلل مسيرة الرئيس السيسي الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، مؤكدا عزم هيئة الشرطة على بذل المزيد من العمل والعطاء وإعلاء التضحية والفداء في سبيل رفعة مصرنا
في قادم الأيام ومستقبل التحديات، كما بعث ببرقيات تهنئة بتلك المناسبة إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، إلى جانب القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهن، وأكدت السيدة انتصار السيسي في تدوينة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمة هي الظهر والسند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود. ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية والجنة تحت أقدامها. تواصل القوات المسلحة تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية العملاقة استمرارا لحملة شوف بنفسك التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة. شوف بنفسك، إنجازات جمهوريتنا الجديدة وبتستمر. حملة شوف بنفسك اللي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة، قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مستمرة في تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، واللي شملت مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، واللي بتعتبر من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع اللي بتعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط، وده بيرجع لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها. كانت زيارة جميلة جدا، أنا ما كنتش متخيلة مبدئيا إنها تطلع بالشكل ده. النهارده جينا زيارة لشركة النصر للكيماويات، لقينا حاجة بصراحة ما كناش نتوقعها، صالح كبير، حاجة مشرفة لمصر. عرفنا كمان حاجات كتير، إن الشركة فيها كذا مصنع، فيها تقريبا 47 مصنع أو قطاع، فشفنا النهارده حاجات جميلة والشركة ما شاء الله لذيذة، اللي هو مصر فيها حاجات جميلة يعني. مبسوطة إن في المصنع كامل، قرية يعتبر مساحة كبيرة قوي من المصنع اللي قائمين عليها ومشرفين عليها مصريين، كمان فكرة إن أنا من أنا وهنا أقدر أتابع كل المستشفيات في كل الجمهورية، أقدر أتابع الأكسجين بتاعهم ناقص أو لا عشان أقدر أوفر لهم، فده أعتقد إن هو هيحل مشكلة كبيرة مستقبلا إن شاء الله. كمان تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ. الطلبة شهدوا إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لهذه المعادن لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجي. المعلومات لغاية ما جينا هنا عند الكروكة، المعلومات كانت مفيدة لنا جدا واستفدنا، وإن شاء الله لما نتخرج هنسعى إن احنا نيجي نقدم ونشتغل في الشركة هنا. النهاردة كنا يعني في زيارة لمصنع الرمال السوداء في البرولوس، وبصراحة الاستقبال كان حلو جدا وكل حاجة كانت تمام، وكل كان بيشرح لنا يعني كل حاجة بالتفصيل، ودخلنا مصنع الزيركون الجاف والرطب، وكانت يعني كل حاجة كان في استفادة كاملة بصراحة من كل حاجة، وإن شاء الله بعد ما نتخرج هنيجي هنا وهنعمل هنتدرب وهيبقى فيه استفادة أكبر من كده كمان. كمان شملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة، واللي بيعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تحدي كبير قامت بيه مصر لاستصلاح الأراضي في منطقة توشكا أرض الخير، نظمنا زيارة لطلبة الجامعات شافوا من خلالها طرق الري
والوسائل الزراعية الحديثة اللي بتتناسب مع طبيعة المنطقة ومنتجاتها المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. طبعاً في ظل المشروعات اللي بيقوم بيها سيادة الرئيس مشروع توشكا، شفنا كمية تنوع في الزراعة رهيب، وشفنا مدن كاملة جاهزة إن الناس تعيش فيها. إحنا الواحد فخور إن الرئيس السيسي دايماً مهتم بالشباب إن هم يشوفوا الحاجة على أرض الواقع، وإن إحنا في مشروع توشكا توفر فينا إن إحنا شفنا فتح طرق جديدة لمستويات العمالة على كافة المجالات. فبجد الواحد فخور إن إحنا بقينا نشوف ده على أرض الواقع وإن الزراعة بقت متطورة في مصر. النهاردة إحنا جينا هنا في مشروع توشكا عشان نشوف الإنجاز اللي بيتم في مصر في المجال الزراعي، وهو مشروع مهم من ضمن ركن من الثلاث أركان للمشاريع الزراعية اللي بتعملها مصر زي شارع العوينات ودرب الأربعين وكمان مشروع توشكا. إحنا مبسوطين إن إحنا جينا هنا وشفنا حجم الإنجاز المبذول. الحمد لله الرحلة كويسة جدا تستحق الزيارة يعني، وحاجة كويسة إن إحنا نحول الصحراء لأرض نستفيد منها، أرض خضراء، أرض ناخد منها خيراتها كلها باللي احنا شايفينه ده النهارده، حاجات ما شاء الله يعني. وبدل ما انت بتشوف حاجه مثلا من على النت او حاجه وانت متضايق، تعال شوف نفسك، تعال شوف نفسك هنا، الدنيا بجد غير انت تشوفها خالص، الدنيا بجد تستحق انك تشوفها. جايه تحت مبادره شوف بنفسك عشان نشوف المشروعات القوميه اللي قدمها سياده الرئيس، حاجات حلوة وإحنا أول مرة نشوفها الحاجات دي، وأول مرة نشوفها كده على الطبيعة. وبدأوا شباب الجامعات كلهم إن هم يجوا يشوفوا فعلا بنفسهم، لأن هم فعلا هيستمتعوا جدا. حقيقي دي كانت بالنسبة لنا زيارة مفاجأة جميلة جدا، لأن إحنا شفنا حاجات، إحنا يعني حكاية إن إحنا نقرأ أو نتكلم أو أي حاجة، لا المهم أهم حاجة تيجي تشوف بنفسك هنا. حقيقي مبادرة ممتازة جدا، وإحنا بندعو شباب مصر كلهم ان هم ييجوا يشوفوا المشروعات العملاقة اللي معمولة دي. ان شاء الله مصر كلها تبقى بخير طالما كلنا هنبقى ايدينا في ايدين الرئيس، والرئيس يعني اللي احنا شايفينه ده. احنا بنشكرك وبنشكرك يا رئيس، واحنا معاك ووراك باذن الله. انا النهارده في مشروع توشكا، مشروع توشكا من المشاريع العظيمه جدا اللي هتوفر فرص عمل للشباب المصري. انا فخور ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اقام بالمشروع ده، لان ده بيعمل لمصر اكتفاء ذاتي، حاجة كويسة جدا وحاجة فخر لينا وفخر المصريين كلهم، وفخورين بالبلد وفخورين بالقوات المسلحة والعمل العظيم اللي البلد بتقوم بيه. طبعا انا ما كنتش مصدقه طبعا ان انا هاجي الاقي حاجه بالمنظر ده. احنا طبعا بنشوف الكلام ده في التلفزيون، بس مش زي ان احنا نشوف الكلام ده على ارض الواقع. طبعا احنا مش متخيلين ان في الصحراء هيبقى في مشاريع زي كده، لحد ما خلاص عدينا اكتر من نص الطريق. طبعا احنا شايفين صحراء قدامنا، مش شايفين زي ما بيجي في التلفزيون. طبعا بنقول ان ده مش حقيقه، فلما جينا هنا فعلا شفنا قد ايه المشروع حاجه كبيره جدا وحاجه مشرفه للبلد، وهتاثر فعلا على اقتصاد البلد في الفتره اللي جايه. وبتستمر الزياره اللي بتنظمها القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لكل الأجيال الجديدة. شوف بنفسك، إنجازات جمهوريتنا الجديدة. نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات لأمهات الشهداء في محافظات الجمهورية المختلفة بصحبة عدد من الفنانين، وذلك بمناسبة عيد الأم في 21 من مارس، حيث قدمت لهم هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة ونقلت تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأم. اسلامي لي في كل ضمه، اسلامي العين اللي حبت
أصدق حب في الدنيا، حب فطري بلا مقابل لحضن كله دفى وحنية، سهر الليالي وتعب السنين، الفرحة اللي من القلب والدمعة اللي على الخد. والله لو فضلت تحت رجليكي ما يوفيكي أبدا حقك، كل ده وأكتر ليكي أنتي يا أمي. القوات المسلحة النهاردة بتحتفل بعيد الأم، وده من خلال تنظيم عدد من الزيارات لأمهات الشهداء بصحبة الفنانين في كل محافظات الجمهورية، ووجهت ليهم أسمى معاني الإعزاز والتقدير والاحترام. وزي ما قواتنا المسلحة أصلت فينا معنى الوفاء والعرفان بالجميل، أسر الشهداء النهاردة استقبلت هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة وتحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل فرحة وود وحب ممزوجة بالفخر والعزة باللي ولادهم قدموا لمصر. والله أوجه رسالتي للسيد الرئيس، أشكره إن هو مقدر ولاده، وأقول له ربنا يعينك على مسؤولياتك، وإن شاء الله ربنا ينصر مصر دايما في كل مكان ويعليها ويحفظها، وربنا يقويك، لأن المسؤولية كبيرة وكل راعي مسؤول عن رعيته، وربنا يعينه، ربنا يعينه. دي أكتر حاجة، أهم حاجة في الوقت الحالي، ولادنا اللي ضحوا بدمهم وإحنا نضحي بدمنا. وده ما قلتها أنا وبقولها، أنا ولادي في ده مصر، مصر تستحق شعبها كله يبقى في ده عشان تقف وما تقعش. نوجه شكر لسيادة الرئيس والحسن استقباله والفضل وحنيته، ويبارك لنا في سيادتك ويقدرك ويقدرك ويقويك على اللي انت فيه يا سيادة الرئيس، لان اللي انت شايله كتير كتير كتير، يعني احنا بنبقى اسرة شايلين هم اسرتنا، لكن انت شايل هم بلد. ربنا يصبر قلوب كل ام، ربنا يصبر قلبي وقلب كل ام. صعب، كان اول عيد الام من غيرك، بس الاعتراض على حكمك يا رب. الحمد لله الحمد لله، فرحانة فرحة كبيرة قوي والله. سليمان أكنه داخل علي، أكنه سليمان ابن داخل علي، وشيء يشرفني والله، إحساس جميل والله. الحمد لله أنتوا فاكرين، الحمد لله سليمان يعتبر كده ما ماتش، أكيد أنتوا موجودين معايا. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، هديتك جاتلي، هديتك جاتلي، أنت ما بتأخرش عن هديتك جاتلي. كل سنة وأنتوا طيبين، وأمهات مصر كلهم طيبين، وأمهات الشهداء طيبين. وأنا فرحانة ومبسوطة جدا إن زمايل محمد جايين يقولوا لي كل سنة وأنت طيب، ده بالنسبة له لوحده أكبر تكريم، لأن أنا شايفة محمد في زمايله. الحمد لله بلال، يمكن ربنا صفاه إن هو يبقى أبوه شهيد وأمه شهيدة، وأنا بتمنى من ربنا إن هو يحقق الأمنية اللي قالها قدام الرئيس، ان هو ياخد بحق بابا ويحقق حلم ماما. اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لاسر الشهداء، والسيده حرمه السيده انتصار السيسي دعمها لبلال معنويا ونفسيا، كل الدعم قدمته له، ودعم سياده وزير الدفاع لاسر الشهداء. وبحب اشكره جدا، لان انا ان شاء الله ان شاء الله طلع عمره في رمضان انا وبلال، لانه هو نفسه يزور قبر مامته في السعوديه. فالمره اللي هيروح فيها مش راجع، اللي هيستشهد فيها، فقعد يفطر معايا وبيقول اجيب لك يما عيد الام ايه. قلت له لسه ما يجي عيد الام يا حبيبي، ده انا هجيب لك السنه دي حاجه جميله. لما جه وجاب لي الشهاده بتاعته دي، كان احلى عيد ام جابه، عشان انا عارفه ان هو مرتاح وهو في الجنة إن شاء الله في الفردوس الأعلى. وبرضه هو افتكرني برضه وجاب لي عيد الأم، والسنة دي برضه أول واحد جاب لي عيد الأم. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هربي ابن البطل، وإن شاء الله يطلع ضابط حربية بإذن الله. بفرح إن 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 بلدي فاكرة ابني، حاجة يعني حاجة أفتخر بها طول عمري، وقدام بلده وقدام ناس ان ابني عمل حاجة. ربنا يحميكم يا أبطال، ربنا يحميكم ويرعيكم،
يا رب مصر ما تنضم ابدا وتدنها يا رب كده دايما فوق السماء. كان بيبقى فرحان جدا 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 بيوم عيد الام ده، بغض النظر بقى عن هديه والكلام ده لا، بس هو عنده اليوم ده لازم يدن ويفرح فيه بكل حاجه هو يملكها. وكفايه اللمسه بتاعتكم، انا حاسه ان احمد اللي عندي النهارده، احمد قال كلمتين لزمايله، دي ارضنا ودي عرضنا، وقالها لي انا. ترضي ابنك ما يتقالش عليه ان هو حامي ارضه ولا عرضه؟ قلت له لا، قال لي ايدي انت. فانا بقول لهم انا بدعي لهم من كل قلبي ربنا يحميهم ويبقى ربنا معاهم ويقويهم على اللي هم فيه. متشكره جدا لسياده الرئيس ان هو افتكرنا وافتكر الامهات في يوم زي كده وكرمنا في اليوم ده. متشكره ليه وربنا يبارك فيه ويخليه لمصر. متشكره جدا للقوات المسلحه واداره الشؤون المعنويه لتشريفها لينا وتكريمها لامهات الشهداء، وربنا يبارك فيهم كلهم يا رب ويحفظهم لمصر ويرحم شهدائنا يا رب. ربنا يرحم شهدائنا. في عيد الام انا مبسوطه والله لحضراتكم جيتوا وشرفتونا وفاكريننا، وامهات الشهداء ده مهما يكون برضو يعني، بس تكريم من القوات المسلحه ده بيبقى يعني له طابع خاص او له طعم تاني برضو يعني. مهما الواحد يتكرم مهما كده الواحد بيحس ان هو الجيش معاه او القوات المسلحه معاه، ما بيبقى فرحان. فرحانه والله، فرحانه جدا على دخلكم علينا والله. بشكر سياده الرئيس على تعبه معانا وان هو مش سايبنا، وانا لما كنا حاضرين الحفله انا اتبسطت ان انا شفته جدا، وبقول له بشكر متشكرين عشان وريتنا سياده الرئيس والناس الحلوه دي. كان لازم نرد الجميل ونقول اننا فاكرين كل ام ضحت باغلى ما تملك، الضنا واللي عمر ما في حاجة أبدا تعوضه، بس قصاد مصر كل يوم. يا أم الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكيه. ربيتي أحسن تربية علمتي معنى التضحية، ولا حاجة أغلى من الضنا وانتي صبورة مؤمنة، كنتي دي حكمة ربنا علشان أكيد مطمنة إنه في مكان دلوقتي أجمل من هنا. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون للإفراج عن الغارمين والغارمات، استمرارا للجهود المبذولة وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سجون بلا غارمين أو غارمات، وتنفيذا لقرار الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات. قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات. لأول مرة ستخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات بخروج هذه المجموعة من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون بعفو رئاسي، ليتحقق بذلك ما وعد به رئيس الجمهورية. مصر بلا غارمين ولا غارمات، حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 40 سيدة و45 رب أسرة ليبلغ عدد المفرج عنهم 85 من الغارمين والغارمات في إطار العفو الرئاسي. دي أحلى هدية جات لي، دي أحلى هدية إن أنا هرمضان مع عيالي، دي بالدنيا كلها. ربنا يبارك له لينا يا رب سيادة الرئيس ويخليه لينا ويحفظه وما يحرمنا منه ابدا يا رب. كفاياني كده يعني، انا بوقت كده ان انا مش هعمل اي حاجه تاني ولا هاخد حاجه تاني خالص. ربنا ما يرموش في ضيقه يا رب الرئيس يا رب، ويوقعوش في ضيقه ابدا العمر كله، ويفرحوا زي ما احنا فرحانين كده. احنا مش عارفين احنا فرحانين ازاي الفرحه دي ان احنا هنحضر شهر رمضان كده في وسط عيالنا. ربنا يبارك لنا في سياده الرئيس زي ما فرح قلبنا ويفرحه، وزي ما طلعنا العيالنا وخلينا هنعيد في وسط عيالنا ونرمط في وسط عيالنا. وحرصت وزارة الداخلية على حضور أهالي المفرج عنهم في مفاجأة أدخلت البهجة والفرحة في نفوسهم. ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل، خلاص كل اللي فاتنا.
مستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. نشكر الرئيس على اللي عمله لنا، ربنا يفرش الحاجات الوحشه ويخليه خلي كده يا ريس. الله يبارك فيك يا ريس. اسعد يوم عندنا النهارده ان بنتنا خرجت بالسلامه ان شاء الله، وبارك الله فيكم وتحيا مصر. هنا امتزجت مشاعر الفرحه بين المفرج عنهم وذويهم. الفرصه متاحه امامهم الان ليبداوا من جديد. مبسوطه يا ريس، ان شاء الله يجعلك سعيد في دنيا. انا مبسوطه وبندعي لك احنا الكل، وربنا يجعلك سعيد في دنيتك وكتر من امثالك. احنا مبسوطين ان انت ايه فرحتنا الفرحه الكبيره باولادنا بحضاننا. انا مبسوطه النهارده ان مامتي طلعت، وده كان احسن يوم في حياتي. مامتي مشفتهاش بقالي 4 سنين. بشكر سياده الرئيس جدا، وبقول له احناش عارفين نقول لك ايه على الفرحه اللي انت عملتها لنا دي. وانا بشكركم كلكم كلكم عشان انتوا الناس يعني وقفتوا معانا وقفه جامده. فرحانه ان انا هبقى في وسط اولادي واقضي رمضان في وسط اولادي، والحمد لله. ونشكر سياده الرئيس على الجهد اللي هو عمله معانا. مش كنت اتوقع ان انا اصلا اخرج دلوقتي اصلا لاولادي. انا وعد الرئيس ان انا ما عمري ما همضي تاني، ولا عمري هعمل كده تاني ابدا ابدا ابدا. نوعد الرئيس ان شاء الله اللي احنا ما نرجعش السجن تاني، ولا نمضي على وصلات تاني بامر الله. باذن الله نوعد الرئيس ان احنا ما نرجعش الحاجات دي تاني والمكان دي تاني. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بهذه المناسبة قدمها زملائهم من النزلاء، حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عنهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحت لهم استئناف حياتهم من جديد بعد أن تعثروا لظروف اقتصادية. كما أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. لما كناش متوقعين، فالرئيس يعني الحمد لله وعد ووفى ومحش وما تأخرش عنا. بنقول له يا ريس أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي لحد الآن، يعني أنا في حلم، أنا حاسس إني بحلم، إني ما كنتش مصدق إن أنا هخرج دلوقتي. يقف بين المفرج عنهم بعض الغارمين الذين أفرج عنهم في فترات سابقة، جاءوا للاحتفال بهم ومعهم، مؤكدين على تواصل الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لهم بعد الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم عبر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي تتواصل معهم وتقدم الدعم لهم. أنا حاسة قد إيه هما دلوقتي فرحانين، لأني كنت عايشة مكانهم، وإن الحياة بره تدينا فرصة تانية وناس تقابلنا كويس وهنشتغل وهنعيش. وقد تم توزيع مساعدات مالية وعينية على المفرج عنهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ومصر المشاهد اترخم وخطوة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كل اللي فات انساه، ومن بكرة اللي جاي حياتك مستحيل. كما تم توزيع هدايا على أطفالهم الذين حضروا الاحتفال. ودع المفرج عنهم من الغارمين والغارمات مركز الإصلاح والتأهيل في طريقهم إلى حياة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد أن أدخلت الفرحة على نفوسهم، لتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خالية منهم للمرة الأولى، وتترسخ بذلك القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى نشرها وصولا لحياة كريمة. نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول مفاهيم ريادة الأعمال وكيفية دعم الصناعة الوطنية داخل الدولة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. شارك في ورشة العمل عدد كبير من المتخصصين وممثلو عن مبادرات حياة كريمة ومؤسستي ابدأ لتطوير الصناعات المصرية وانطلاق، وكذلك اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. هذا وتعتبر ورشة عمل ريادة الأعمال ثالث ورشة تطلقها النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بعد ورشتي عمل دعم الصحة
النفسية وآليات دعم اللاجئين وكيفية دمجهم في المجتمعات. رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بين مسؤولين أمنيين وسياسيين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف. أثنى الاتحاد الأوروبي على دور مصر والأردن والولايات المتحدة كداعمين لهذه الجهود بناء على اجتماع العقبة، كما أعلن عن تأييده للبيان الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف، مشيرا إلى استعداده للمساهمة في هذه الجهود. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الدنماركية والنرويجية في مصر، خاصة في مجال الانتقال الأخضر. جاء ذلك خلال لقائه مع سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية السيدة كارين إليمان خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، حيث تناول اللقاء عددا من القضايا الخاصة بتغير المناخ وحماية البيئة. واستعرض شكري أيضا الجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد. من جانبها أشادت سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية بجهود الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ في نجاح المؤتمر والذي انعكس في مخرجاته، وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ. أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود فرصة كبيرة من أجل مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وشدد شكري في مؤتمر صحفي بختام اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ على أن العالم في حاجة لتنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ كوب 27 لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. إن هذه هي الفرصة السانحة أمام البشر من أجل النجاة من هذا التهديد الأساسي. يتقابل جميع الوزراء هنا في قمة المناخ كوبنهاجن الوزارية لمناقشة ما ترتب من قمة المناخ رقم 27 في شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه أول اجتماع عالي المستوى في لقمة المناخ رقم 28 في الإمارات، وهذه هي المرة الثانية التي نتشاور فيها، وأنا يسرني الاستقبال والحفاوة من الوزير يوركسون وحكومة الدنمارك والرئيس ديزنت، وهذا الأمر يعبر عن الالتزام والاستمرارية في التعاون، بالإضافة إلى أنه يجب تنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ لأنه بحاجة إلى تنفيذ هذه التوصيات. و فإن قمة المناخ رقم 27 في شرم الشيخ نتج عنها توصيات ودعوات من أجل القيام بأعمال مناخية تشمل الدعم والتعاون بين المجتمع المدني والحكومات وجميع أصحاب المصلحة. نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا يحذر من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وذلك اعتبارا من عام 2030 حتى 2035، مشددة على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر طموحا. جفاف حاد وأعاصير عنيفة وفيضانات عارمة وطقس غير مسبوق ناجم عن التغير المناخي بسبب الاحترار العالمي الذي ارتفع بنحو 1.2 درجة مئوية، ولكن يعد ما هو أخطر التوقعات بوصول حد الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية قريباً. ناقص الخطر يدق من جديد بعد أن نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا يحذر من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1.5 درجة مئوية،
مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية اعتبارا من عام 2030 وحتى 2035، مشددا على ضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر طموحا. العلماء المشاركون في التقرير أفادوا بأن العديد من الأخطار المرتبطة بالمناخ أعلى مما كان متوقعا في التقرير السابق الذي صدر في عام 2014، مستندين إلى التكاثر الملحوظ في الآونة الأخيرة بالظواهر المناخية الصعبة، ومنها تداعيات موجة الحر والتي تتمثل إحداها في ارتفاع مستويات سطح البحر، متوقعين في هذا السياق استمرار الأخطار التي تتعرض لها الأنظمة البيئية الساحلية إلى ما بعد عام 2100. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتزامن مع صدور التقرير الأخير الدول الغنية إلى تقديم هدفها بتحقيق الحياد الكربوني إلى عام 2040 من أجل ما وصفه بنزع فتيل القنبلة المناخية. ورغم التوقعات التشاؤمية في هذا التقرير إلا أن غوتيريش اعتبره دليلا إرشادي لبقاء البشرية، وطلب التقرير بأن التخفيضات العميقة والسريعة للانبعاثات من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ واضح في ظاهرة احترار المناخ في حوالي عقدين، وأشار التقرير إلى أن ما ينقصهم في الوقت الحالي هو الإرادة السياسية القوية والتحرك الفوري لحل هذه الأزمة مرة واحدة وللأبد. يشكل التقرير الذي نشرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تذكيرا صارخا بضرورة أن تعمل البشرية خلال هذا العقد الحاسم لضمان مستقبل صالح للعيش حتى تتمكن البشرية من البقاء. إلى الشأن العالمي، حيث قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ تبادلا وجهة النظر باستفاضة خلال محادثتهما وناقشا خطة صينية للسلام في أوكرانيا دون الخوض في التفاصيل. التقى بوتين مع شي في ثاني أيام زيارته إلى موسكو، حيث ناقشا مجموعة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية. من المقرر أن يوقع الجانبان على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان، وهي بيان مشترك حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة، وبيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترا مع الغرب. وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بمقر الحكومة الروسية في موسكو إن بكين وموسكو قوى رئيسية وشركاء استراتيجيون، مشيرا إلى أن اختيار روسيا كأول بلد لزيارته الخارجية بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد يتوافق مع المنطقة التاريخية. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن موقف بكين حيال الأزمة الأوكرانية متسق وواضح، مشيرة إلى أنها ستواصل مسعيها للتوصل إلى تسوية لها. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده طرحت وثيقة بشأن التسوية السلمية والتي تعرض خلالها موقفها بالتفصيل والقائم على احترام سيادة الدول والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ووقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين استراتيجيتين من طراز تو-95 MS حلقتا فوق بحر اليابان لمدة 7 ساعات. وقالت الوزارة أن الطائرتين رافقتهما مقاتلات من نوع سو-30 وسو-35 التابعة للقوات الجوية في المنطقة العسكرية الشرقية، مؤكدة أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع على مشروع قانون لرفع السرية بشأن منشأ فيروس كورونا. وأضاف البيت الأبيض أنه بموجب مشروع القانون سترفع الإدارة الأمريكية السرية عن الملفات والتقارير الاستخباراتية، كما ستشارك أكبر قدر ممكن من البيانات حول نشأة الفيروس في الصين. بعد أكثر من 3 أعوام من التكهنات الدولية حول منشأ فيروس كورونا، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون يلزم برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بمنشأ الفيروس، وأثار تساؤلات عدة حول تورط الصين في هذه الجائحة العالمية. وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن التشريع الذي وقع عليه بايدن يقضي برفع الإدارة الأمريكية السرية عن أكبر قدر من المعلومات التي جمعتها في إطار البحث عن الحقائق حول منشأ فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستشارك دولياً أكبر قدر ممكن من تلك المعلومات. وقبيل إقرار الرئيس الأمريكي لمشروع القانون، وافق مجلس الشيوخ والنواب عليه بالإجماع، ما يعطيه الضوء الأخضر للتفاعيل عقب توقيع الرئيس الأمريكي عليه. ومنذ الإعلان عن أول إصابة في العالم بفيروس كورونا، اتهمت الولايات المتحدة وعدة دول غربية الصين بأنها تتكتم عن المعلومات المرتبطة بنشأة وتطور وانتشار الفيروس داخل أراضيها ومن ثم إلى باقي دول العالم. وبشكل خاص كثفت واشنطن البحث والتدقيق في هذا التكهن، ودارت حوله نقاشات سياسية بل ودعوات برد فعل أقوى تجاه الصين. وأثير الجدل من جديد حول هذه القضية الشهر الماضي، عندما ذكرت صحيفة وول ستريت أن وزارة الطاقة الأمريكية ترى أن الجائحة نشأت على الأرجح من تسرب بمختبر في الصين، وهو الأمر الذي دائماً ما تنفيه بكين. وفرض المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قيوداً على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بنشأة وتطور فيروس كورونا وتسلسل المتحورات منه، فيما تتواصل الدعوات الدولية وخاصة من جانب منظمة الصحة العالمية للضغط على بكين لمشاركة البيانات التي تحصل عليها والإجابة على السؤال المتعلق بكيفية بدء الجائحة وتقاسمها مع المجتمع الدولي. قالت الصين إن الجزء المتعلق بها في مشروع قانون وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن حول منشأ كوفيد-19 ينطوي على تشويه للحقيقة. هذا وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي على الفور على حد وصفه. جاء ذلك بعدما وقع بايدن مشروع قانون يلزم برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بمنشأ فيروس كورونا. أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن افتتاح أول قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في مدينة بوزنان البولندية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حفل افتتاح القاعدة العسكرية الأمريكية سيقام اليوم، حيث سيتم تحويل فريق الدعم الإقليمي البولندي إلى قاعدة عسكرية أمريكية بمشاركة وزير الدفاع البولندي. أشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء القاعدة العسكرية الأمريكية بناء على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف دعم البنية التحتية للقوات الأمريكية المتمركزة في بولندا وقيادة وإدارة المواقع المتقدمة للقوات الأمريكية فيها. في سياق ذي صلة، شددت الشرطة المكلفة بحماية مقر الكونغرس الأمريكي إجراءاتها الأمنية تحسبا لاندلاع احتجاجات أو أعمال شغب قبيل توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما توقعت المخابرات التابعة للشرطة اندلاع احتجاجات في المنطقة التي يقيم فيها ترامب بفلوريدا، وكذلك في مدينة نيويورك وليس في مبنى الكابيتول فقط. كان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من المتوقع أن يتم اعتقاله اليوم، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.
بدأ عشرات الآلاف من الموظفين في 150 جامعة بالمملكة المتحدة إضرابا يستمر 3 أيام للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والمعاشات التقاعدية في ظل موجة الغلاء. قالت نقابة موظفي الجامعات والكليات إن تداعيات الإضراب ستكون خفيفة على الطلاب مع لجوء بعض الجامعات إلى تمديد الحصص التعليمية أو إعادة جدولتها. يأتي هذا في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل إلى تسوية لإنهاء إضرابات تشهد وقطاعات عدة في القطاع العام لا سيما مع الممرضين والمعلمين. من جانبها أعلنت الحكومة الفرنسية بدء السحب من احتياطات الوقود الاستراتيجية بعدما تسببت اضطرابات عمال المصافي والمستودعات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم. هذا وذكرت وزارة الطاقة أنها تعمل على التأكد من الإفراج عن كميات من الاحتياطات الاستراتيجية بطريقة محسوبة منذ بداية مارس. كانت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز قد أوقفت العمل في أكبر مصفاة النفط في البلاد، وذلك بسبب تصاعد الاضطرابات المرتبطة بإصلاحات الحكومة لقانون المعاشات. يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاورات مع جميع الأطراف الفرنسية اليوم غدا تظاهرات تخللتها أحيانا توترات حادة في العديد من المدن الفرنسية بعد أن أقر البرلمان اعتماد نظام التقاعد الذي لا يبدو أنه سيؤدي إلى تهدئة الاحتجاجات. من المقرر أن يستقبل ماكرو رئيسة الحكومة إليزابيث بورن مع عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، وذلك قبيل لقائه مع كل من رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على مأدبة الغداء قبل أن يجتمع مساء مع نواب المعسكر الرئاسي. اقتصاديا، ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم مدعومة بعودة عمليات الشراء القوية على الأسهم خاصة الكبرى والقيادية في قطاعات السوق المختلفة، وذلك على خلفية التعافي الذي شهدته البورصات العالمية مع هدوء وتيرة المخاوف من أزمة إفلاس البنوك. وربح رأس المال السوقي نحو 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 993 مليار و575 مليون جنيه. هذا وربح مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 ما نسبته تقدر ب 2.69%. كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.5%. بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، والذي تقدر الاحتياطات به بحوالي 1,200,000 أوقية من الذهب، كما تبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص. أوضحت وزارة البترول أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاون مثمر مع القطاع الخاص المحلي. لافتة إلى أن موقع إيقات أصبح ثالث موقع في مصر يقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة. يأتي ذلك في إطار خطط طموحة لزيادة مواقع الإنتاج ومواقع البحث والاستكشاف التعديني، ما يفتح الباب أمام زيادة هذا النشاط وما يحققه من عوائد اقتصادية وفرص عمل توفرها الشركات الوطنية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الانتشار الواسع لمعارض السلع والمنافذ ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين استعدادا لشهر رمضان. ورصد المركز آراء عدد من زوار معارض السلع الغذائية، حيث أكدوا على وفرة جميع المنتجات فضلا عن عرضها بأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق الخارجية وكذلك جودتها. وقد شدد عدد من الزائرين على جدوى هذه المعارض في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيدين في الوقت ذاته بتنظيم عرض المنتجات داخل المعارض وتيسير عملية التسوق على المواطن، فضلا عن الانتشار الواسع لتلك المعارض والمنافذ في مختلف المناطق.
مشاهدينا الكرام، بهذا تكون انتهت هذه النشرة الإخبارية. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يتلقى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم من كبار رجال الدولة. قمة صينية روسية في موسكو تبحث تعميق الشراكة الثنائية وأزمة أوكرانيا. واضطراب يشمل عشرات الآلاف من الموظفين في 150 جامعة بريطانية للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم مشاهدين تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وتقبلوا تحيات زميلتي نانسي نور وأنا رامي الحلواني. إلى اللقاء.